السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم رياض. طبعا التجربة إن شاء الله اليوم تبدأ بعد تعديل البلف وإزالة دبة الكاتاليست أو دبة البيئة على طلعة إن شاء الله الصمة وعقبة السنان. راح نبدأ إن شاء الله بعقبة الصمة. شوف الحمولة صلة خلفية فيها عزبة كاملة الحطب وفيها 4 جوالين موية من غير العفش الخلفي ومن غير 8 ركاب. بنشوف مع هذا الحمولة ومع هذا التعديل وبعد جهد راح نشوف في الحرارة وطريقة التفريغ الدبة التلوث ايش المستجدات وايش السلبيات وايش الايجابيات، ان شاء الله راح افيدكم فيها في التجربة. تابعونا. والله انت سلام عم صدق تشيل.
طبعا هذا من أعلى عقبة الصنمة، حوالي مسافة 20 كيلو. ما شاء الله، 8 ركاب، سلة عفش، سوبر بان، وما شاء الله تبارك الله الحرارة الجير وحرارة الماكينة بعد التعديل أحلى ما يكون. هذه التجربة الأولى انتهينا منها، وباقي التجربة الثانية إن شاء الله في عقبة سنان. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.